مفهوم طبعا. ربح الرمل اكبر من ربح الزرع والفلاحه. وصل بيهم الحال انهم يوصفوا الواحد من المشاريع العملاقه اللي مصر استثمرت فيها ملايين انها اراضي صحراويه، بس علشان ياخدوا تربتها ويبوروها. هو انتم ايه، اعدائنا؟ بتقولوا مين؟ مش سامعاك. عضو مجلس شعب مين؟ بيقول ايه طيب؟ ده هو اللي بيقول؟ مديرية التحرير أراضي صحراوية؟ فنجرفها؟ لا يا أخي، لا مش معقول، مش معقول، مستحيل عضو مجلس شعب يقول كده. ده كل الناس بتشكر في الراجل ده بالذات. الأراضي اللي فيها أراضي زراعية صحراوية يا سيدة منى. يا فندم، يا فندم، الأراضي اللي تم تجريفها أراضي زراعية. يا منى لو كنت كلمتني النهارده كنت أنا هوريك الأرض الصحراويه وحواريك الارض الزراعيه وكنت هتوقف على حقيقه مظبوطه. استاذ عبد الهادي، هو حضرتك بتدافع عن تجريف الارض؟ انا مش بدافع، دي ثروه يا فندم، دي ثروه. الارض اهي قدام حضرتك على الشاشه، حضرتك شايف الشاشه؟ شايف الشاشه يا فندم، والارض فيها زراعه. حضرتك بتدافع عن تجريف الارض الزراعيه؟ ايه مصلحه حضرتك؟ مش دفاع، مش دفاع، مفيش مصالح يا فندم. امال ليه بتدافع؟ لما مسؤول الزراعه بتاع الحكومه، لما المسؤول الزراعه، مسؤول الزراعه اللي جالك فيه تجريف الارض الزراعيه، وافق يديهم تصريح ليه؟ المفروض هو بيتابع ده وبيشوف اذا كان في تجريف ولا ما فيش. نعم؟ المفروض هو بيتابع ويشوف في تجريف ولا ما فيش، لو في تجريف قال في تجريف المحافظه فورا، قال في تجريف، قال بلغت المحافظه، قال بلغت. ما وقفوش ليه؟ مش ممكن، مش ممكن يا فندم. مين تصدق انه ممكن؟ مين المسؤول ده؟ تصدق انه ممكن؟ وحضرتك نائب، حضرتك نائب عن بدر وعارف ان ده بيحصل، بس انت بتدافع عنهم ليه؟ يا منى، يا منى انا ما بدافعش. المجموعه اللي صورت معاهم دول كان هدفهم كله ان هم يستفيدوا من محاجر، لما ما استفادوش من محاجر حاولوا يجيبوا برنامج مسموع زي برنامج حضرتك عشان يتصور في المكان ده. انا بدور. عندك دليل على الكلام ده ولا انت بتتهمهم بالباطل وهيرجعوا على حضرتك؟ يا فندم مفيش ادله يا فندم، مفيش ادله. يبقى حضرتك بتتهمهم بالباطل. ده المفروض في شهري للمحافظه البحيره مش اقل من 10 مليون من داخل المحاجر. محافظه البحيره بتستفيد باقل، مش اقل من 10 13 مليون شهري من محاجر. الدخل الوحيد في محافظه البحيره. لما حضرتك تقول كده امال المحافظ يقول ايه؟ انت بتبني، امال حضرتك هتدافع ازاي عننا؟ هل انت بتبني بيتك ازاي؟ بتبنيه بتربه زراعيه ولا بتبنيه بمواد عمريه؟ اللي بيجيك لبيتك ده مواد رمليه ولا مواد طينيه؟ ما لو طينيه مش هتبني بيها، مش هتنفع. انت بتاخد تربه زراعيه عشان تيجي لي بيتي يا استاذ منى. التراخيص ما بيطلعش كده، ما بيشتغلش كده عشوائي. تطلع لجنه من الزراعه، وتطلع لجنه من القوات المسلحه، تطلع لجنه من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، وتطلع لجنه من اداره المنادم والمحاجر. وبيتقسم يا فندم محاجر، محجر 100 في 200 يعني على مساحه 5 فدادين، والمتجاوز القانون النهارده بيعاقبه في تجاوزات، في حاله تجاوز المساحه المرسومه يا فندم بيعاقب عليها القانون بغرامه لا تقل عن 200,000 جنيه وبسنه سجن في حاله التجاوز يا فندم. يعني الموضوع مش شغال كده وخلاص، في جهات رقابيه، انما احنا مش هنقدر. المفروض ثروه معدنيه اسمها الثروه المعدنيه يا فندم، دي من ضمن ثروات البلد. احنا لازم نستفيد بالثروه المعدنيه ونستفيد بيها بعد الثروه، بعد ازاله الرمال منها، نستفيد بالزراعه بالارض يا فندم. لو حضرتك عارف يا استاذ عبد الهادي زياره ثانيه اكمل بعد اذنك، انا بدعوك زياره مركز بدر لمديريه التحرير. تعالي شوفي، هوريك الاماكن اللي اتزالت فيها الرمال من 20 و30 سنه هي مزروعه ازاي وبتنتج انتاج ازاي، إذا كنت فعلا عسوسة لحاجة. أستاذ عبد الهادي اتفضلي. أحبطني جدا منظر الأرض المتجرفة النهاردة وكان المفروض تتزرع، بس أحبطني أكتر مدافعتك عنهم. الحلقة الجاية إن شاء الله اديني فرصتي، أنا سبتك تقول كل اللي أنت عايزه، أرجوك ما تقاطعنيش، اديني فرصتي. أنا بقالي يومين ما نمتش، أرجوك اهدى عليا. الحلقة الجاية حضرتك هتشوف المسؤولين بيقولوا كلام عكس اللي حضرتك بتقوله، كنت أتمنى تكون في صفنا، لكن للأسف أنت في صفهم.